تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رئيس الوزراء يتفقد اللواء ثالث حزم في محافظة لحج. محافظ حضرموت يدشن العمل في عديد من المشاريع الرياضية بسيئون ويتفقد المستشفى ومراكز الكلى. البحسني يتفقد سير العمل في مطار سيئون الدولي ويلتقي بالمسؤولين فيه ويؤكد أهمية تفعيل دور الشباب وضرورة الاهتمام بهم. وفي النشرة أيضا معالم ومدن حضرموت تكتسي باللون الوردي في الشهر الوردي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة في ليبو جراندي والوفد المرافق له، وذلك للوقوف على أوضاع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأعمالها الإنسانية في بلادنا. وقدم رئيس الجمهورية خلال اللقاء صورة موجزة للوضع الراهن في البلاد وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب الإنقلابية للحوثي وصالح في اليمن وما تسبب به الانقلاب من فقر ونزوح وأوبئة. الرئيس هادي قال: نتطلع إلى مزيد من نشاط عمل المنظمات الإنسانية في اليمن للوصول إلى مناطق الاحتياج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي اكتسبت خبرات ميدانية خلال فترات عملها، لافتا إلى أن الأعباء التي تتحملها بلادنا جراء النزوح الداخلي فضلا عن أعداد اللاجئين الصوماليين والذين تستضيفهم بلادنا وتتم معاملتهم أسوة بالمواطن اليمني في التنقل والعمل. من جانبه عبر فيليبو جراند عن سروره بهذا اللقاء والإيضاح الوافي من قبل فخامة الرئيس هادي، مثمنا موقف اليمن قيادة وشعبا لتقديمهم المساعدات للاجئين الصوماليين والأفارقة رغم الواقع والظروف الصعبة. المفوض السامي للأمم المتحدة قال: سنعمل جاهدين لتقديم كافة الاحتياجات والمساعدات الممكنة لليمن على مواقفها المشرفة، كاشفا عن زيارته القادمة للعاصمة المؤقتة عدن خلال شهر ديسمبر القادم. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اللواء الثالث حزم في محافظة لحج، وذلك بمناسبة احتفالات شعبنا والقوات المسلحة والأمن بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. ونقل رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في اللواء الثالث حزم تحيات فخامة القائد المشير الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للضباط والصف والجنود قائلا: لقد كلفني فخامة الرئيس بزيارتكم في هذا اليوم العظيم بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر، الذكرى التي انتصر فيها المناضلون الشرفاء لكرامة المواطن وهزيمة الاستعمار البغيض. وأضاف إن اليمن تقف اليوم مرة أخرى على عتبة انتصارات جديدة على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسعى إلى إعادة الوطن إلى عصور التخلف والجهل والظلام، إلا أن الرجال المرابطين من أمثالكم في جبهات القتال لقنوهم دروسا في التضحية والفداء. إلى ذلك رحب قائد اللواء ثالث حزم العميد ركن محمود صائل الصبيحي بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له على هذه اللفتة الكريمة والزيارة التي حظي بها ضباط وصف وجنود اللواء ثالث حزم في أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد الحذيفي ووزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف وشؤون القانونية الدكتور نهال العولقي والثقافة مروان دماج والقضاء جمال عمر والتربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس ووزير الدولة صلاح الصيادي والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور ونواب وزراء الشؤون القانونية أحمد المحروق والكهرباء مبارك التميمي والنقل ناصر شريف والإعلام حسين باسليم. وإلى وادي وصحراء حضرموت، حيث الحراك التنموي والخدمي والأنشطة والفعاليات التي ينفذها محافظ حضرموت في الوادي والصحراء،
حيث افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، افتتحا الصالة الرياضية المغلقة بمدينة سيئون والبالغ كلفتها نحو نصف مليار ريال بتمويل حكومي. وأثناء مراسم افتتاح الصالة وجه محافظ المحافظة بتسمية الصالة الرياضية باسم الفقيد علي عبيد بامعبد تكريما لجهوده وتفانيه في خدمة الشباب والرياضيين، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تألو جهدا في دعم مختلف الأنشطة والاحتياجات اللازمة التي يتطلبها الشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وعليهم يعول الجميع للمضي في تحقيق المزيد من التطلعات المنشودة لكل أبناء المحافظة. المحافظ استمع من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي إلى شرح عن مكونات الصالة التي استمر العمل في بنائها 5 سنوات منذ العام 2005، وتتسع لنحو 4000 متفرج، ويمكن أن تستوعب الفعاليات الشبابية والرياضية والمؤتمرات ومجمل الألعاب الرياضية. كما قدم الوكيل صورة عن الأعمال الملحقة التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع، والمتمثلة في توصيل التيار الكهربائي للصالة بقدرة كهربائية كافية بلغت تكلفتها 12 مليون ريال، وتجهيز وتشغيل أجهزة التكييف العمومي بالصالة بنحو نصف مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية. في سياق متصل، وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني اليوم حجر الأساس لمشروع تعشيب وإنارة أرضية ومضمار الأستاد الأولمبي الرياضي بسيئون البالغ تكلفته الإجمالية 510 ملايين ريال بتمويل من السلطة المحلية. وقدم مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب لمحة عن مكونات المشروع في مرحلته الثانية التي تشمل تعشيب أرضية ومضمار الملعب بمساحة إجمالية تبلغ 7800 متر مربع، فضلا عن استكمال التشطيبات النهائية. وأوضح باشعيب أن الأعمال التي تم إنجازها ضمن مكونات المرحلة الأولى لمشروع الاستاد الرياضي التي انتهت في عام 2012 شملت استكمال الأعمال الإنشائية لمدرجات المتفرجين التي تتسع لحوالي 35,000 متفرج مع المرافق العامة التي بلغ كلفتها التقديرية 1,300,000,000 ريال. رافقه في الزيارة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالمحافظة والمسؤولين في مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء. وفي سيئون أيضا تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، تفقدا سير العمل في مستشفى سيئون العام ومراكز الكلى في الوادي والصحراء. المحافظ استمع من مدير المستشفى الدكتور عمر بن مسفر إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين في الوادي والصحراء والمحافظات المجاورة والصعوبات التي تتطلب تدخلا عاجلا من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، فيما استعرض مدير مراكز الكلى مساعد برويشد نشاط المراكز منذ تأسيسها بالقطن مطلع العام 2003 بحوالي 91 مريضا، وبسيئون نهاية العام 2014 بقرابة 125 مريضا بإشراف وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، منوها إلى أن المراكز التي تضم 45 جهازا استصفائيا دمويا استفاد منها 429 حالة في العام الماضي و96 حالة إضافية في النصف الأول من العام الجاري 2017. برويشد لفت إلى أن المركز نفذ حوالي 10,193 جلسة غسيل دموي، منها 7,287 للذكور و2906 حالات للإناث في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن المراكز التي يعمل بها 65 استقبلت عدد من حالات مرضى الفشل الكلوي بالمحافظات المتضررة من الأحداث خلال الفترة الماضية. المحافظ البحسني ثمن عاليا الدور الذي يقوم به العاملين في هذه المرافق والداعمين لها من رجال البر والإحسان، ودعا إلى بذل مزيد من الجهد خلال هذه المرحلة
رافقه في الزيارة مدير عام مكتب الصحة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين. إلى ذلك ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، ناقش مع مرجعية قبائل حلف حضرموت في مدينة سيئون العديد من القضايا الأمنية والخدمية والتنموية. وقال المحافظ البحسني بأن وادي حضرموت سيشهد نقلة نوعية في الجانب الأمني من خلال خطط ستنفذ للقضاء على الانفلات الأمني الذي يشهده الوادي، داعيا إلى تكاتف الجميع وتلاحمهم حتى تعود الأمور إلى نصابها. وثمن المحافظ دور المرجعية في حل العديد من القضايا وجهودها في المساهمة في حلحلة الكثير من المعضلات والمشكلات التي تحدث في كافة أنحاء مديريات الوادي والصحراء. من جانبه تحدث رئيس مرجعية حلف حضرموت الشيخ عبد الله صالح الكثيري وعدد من الشخصيات في المرجعية حول جملة من القضايا وعلى رأسها الملف الأمني وملفات الخدمات والبنى التحتية، مؤكدين على أهمية الدور المجتمعي لكافة شرائح المجتمع في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون بوادي وصحراء حضرموت. حضر اللقاء وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومستشار المحافظ لشؤون القبائل الشيخ خالد الكثيري وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين. إلى ذلك تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج البحسني ومعه قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء الركن صالح طيمس سير العمل في مطار سيئون الدولي. وتعرف المحافظ البحسني من مدير المطار المهندس طيار حسن الكثيري على وضع المطار بشكل عام وبرنامج الرحلات منه وإليه وصعوبات التي تواجه سير العمل فيه، إضافة إلى المشاريع التي تحتاج توسيع خصوصا في جوانب الإنارة والرادارات ومنظومة الاتصالات وغيرها من المشاريع الأخرى. رافقه خلال الزيارة وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي ونائب مدير عام المطار علي سعيد باكثير. وفي إطار الدعم المستمر لشريحة الشباب أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني أهمية تفعيل دور الشباب في وادي وصحراء حضرموت، وأكد خلال اللقاء الذي جمعه بكوكبة من الشباب والمثقفين والرياضيين والنشطاء وقيادات ومنظمات المجتمع المدني وخريجي الجامعات على دور الشباب في حضرموت الذين حققوا نجاحات أمنية، خصوصا أولئك الذين انضموا لقوات النخبة الحضرمية أثناء تحضير تلك القوات لعملية تحرير مدن الساحل في 24 من أبريل من العام الماضي. ودعا المحافظ الشباب إلى الحفاظ على الوقت والجهد واستقلاله نحو التعليم وبناء الذات والإسهام الفعال في بناء ونهضة حضرموت خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها. وعبر الشباب خلال اللقاء عن جملة من التطلعات والأمال التي يرغبون بتحقيقها خصوصا في مجالات الرياضة والتعليم وأحقية التوظيف، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذهم للأنشطة الاجتماعية. منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري اكتست مدن ومعالم حضرموت اللون الوردي بمناسبة الشهر الوردي للتوعية من أمراض سرطان الثدي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. منذ إقراره واعتماده رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية WHO، قامت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بتبني أنشطة وفعاليات شهر أكتوبر، الشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث بدأ الاحتفال به منذ الفاتح من أكتوبر بعد تدشين محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني له إذانا ببدئه، حيث وجه كلمة ناشد فيها النساء بالتوجه لعيادات الفحص المبكر من سرطان الثدي. أدعوكم وأتوجه إليكم بندى أن تعرفوا خطورة داء السرطان وأن تتوجهوا في أقرب سرعة إلى مراكز ومستشفيات الفحص عن سرطان الثدي بالنسبة للنساء.
فكل الآباء وكل الرجال وكل الأمهات وكل النساء عليهم أن يدفعوا ببناتهم وزوجاتهم لإجراء هذا الفحص، لما لهذا الفحص من أهمية على صحتهم. تزينت شوارع ومعالم ومدن حضرموت الرئيسية باللون الوردي، فأصبحت وردية باهية بالنهار ومشعة مضيئة في الليل البهيم، لتضفي جمالا ورونقا لربوع حضرموت. نحث المرضى جميعا، حتى رجال الدين تفاعلوا مع هذا الشهر ووجهوا نصحهم وإرشادهم للنساء. فحقيقة التوكل على الله جل وعلا هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع وفي دفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. ومن جملة الأخذ بالأسباب أن يفحص المريض عن هذا المرض قبل أن يقع فيه. وقد نص جماعة من العلماء الفضلاء على أن هذا الفحص المبكر أو المبكر، سواء كان لمرض السرطان أو الفيروس الكبد أو لسرطان الثدي كما نسأل عنه كثيرا من قبل إخواننا ومن قبل النساء، كل هذه الأمور جائزة بإذن الله جل وعلا. لم تقتصر الاحتفالية بهذا الشهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، عند هذا الحد، فقد لبس خريجو الجامعات الشارات الوردية في إشارة لأهمية الحدث. ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل قامت بعمل العديد من الفعاليات والمناشط المختلفة كالمحاضرات والندوات التوعوية من هذا المرض، واحتفلت بعدد من الناجيات منه في رسالة واضحة لسهولة علاج المرض إذا ما تم اكتشافه مبكرا. كل الفعاليات في هذا الشهر أو كل الصرفيات في هذا الشهر من فاعل خير داعمين الرئيسيين للمؤسسة، منهم الراعي الماسي والراعي الذهبي والراعي الفضي، وكل هذه الفعاليات ليست مدرجة في ميزانية المؤسسة، ولكن كلها عبارة عن رعايات شركات وبيوت تجارية. شفى الله كل مريض وعافاه، وأدام الله نعمة الصحة والعافية لعامة الناس. وبهذا التقرير الوردي نكون مشاهدينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رئيس الوزراء يتفقد اللواء ثالث حزم في محافظة لحج. محافظ حضرموت يدشن العمل في عديد من المشاريع الرياضية بسيئون ويتفقد المستشفى ومراكز الكلى. البحسني يتفقد سير العمل في مطار سيئون الدولي ويلتقي بالمسؤولين فيه، ويؤكد أهمية تفعيل دور الشباب وضرورة الاهتمام بهم. معالم ومدن حضرموت تكتسي باللون الوردي في الشهر الوردي. مزيد من التفاصيل تابعونا على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام. دمتم بخير وجمعتكم مباركة.